اوكي اظن لقيت لي طريقه ان اسوي ميوت حق الاوديو مال الشات عن الاوديو مال الستريم يعني، وهالبارتي هذا علشان ما اسوي ميوت حق السماعه واللي داخل الجيم يسمعوني. فالحين المفروض ان تقدرون تسمعوني وماكو مشاكل، واللي داخل الجيم ما يسمعون لان انا الحين بارتي بروحي. اوكي عموما على ما ندش على الجيم اللي بعده، تقدرون هنا تسوون لود اوت حق الكاركترز مالتكم وتنقي اللي هو الاوردنانس مال الاوردنانس والسوالف هذه. بس ما تعبثت وايد، الحين بشوف شو السالفه على ما ادخل جيم ثاني. السيرفرات شكلها زينه يعني، للحين اللعبه توها لونشت، ما حشتني مشاكل ديسكونكت للحين، الله اعلم بعدين شو يصير. بالذات بعد لما الاوروبيين توني كنت بسيرفر او كنت بروم، الظاهر اللي قاعد يتكلمون يمكن اسبانيين، ففي الظاهر اللعبه يمكن متسربه باوروبا بعد، لان اوروبا تنزل بعد يومين اذا ماني غلطان، يومين او ثلاثة ايام. ان ايربيس هذا اول مره العب هالماب. Violet, this is a battle of attrition. Eliminate all enemy forces. قاعد اخذ خريطه وقاعد يرمي ماشي. تالي خلي على فولو مود، لان اللي تايت تقدر تتحكم فيه حتى لو انت بعيد عنه، تقدر تخليه يلحقك او انه تخليه مثلا يوقف يدافع على نقطه معينه. انا احس لعلك بالطوفه. خليك ما
والله سب زيرو هلا السلام That's two down. Warning. Regen. Warning. Excessive damage sustained. Warning. Hostile pilot detected on board. غزي شو تعلق؟ تعال معك. انت سوى كثير من الخش. وينك؟ اخي يافني يافني. حسافر. وينك وينك والله انت خلاص يعني خلاص Blitz to all remaining units. Nice move. Now finish the job. Be advised. خش ما مداني. يلا. تايت. شعور عجيب هنشوف الحين قطنا بأي ماب بحاول ارفع الكواليتي قولوا لي اذا يعلق ولا لا فراح اوقف البرودكاست الحين بس عشان ارفع الكواليتي